مع تصاعد حرب روسيا على أوكرانيا، مشجعين ومحبي نادي تشيلسي الإنجليزي حاطين إيدهم على قلبهم، والسبب إن مالك النادي ورئيسه هو الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش. أبراموفيتش ومع تصاعد ومخاوف إن هو يتفرض عليه عقوبات اقتصادية، قرر إن يتخلى عن رئاسة النادي ويسيبه لمجلس أمنا. أبراموفيتش قال في خطاب وداعي إنه طول الوقت كان بياخد قرارات في مصلحة تشيلسي، وعلشان كده قرر إن هو يتخلى عن رئاسة النادي ويسيبه لمجلس أمنا. الحقيقة أن أبراموفيتش هيسيب رئاسة النادي لدراعه اليمين وواحدة من المتحكمين في النادي خلال السنوات اللي فاتت، وهي مارينا جرانوفسكايا، اللي هتدير النادي مع مجلس أمناء المؤسسة تشيلسي الخيرية. قرار أبراموفيتش بيجي بعد أيام قليلة جدا من فرض أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ومعهم بريطانيا عقوبات اقتصادية على رجال أعمال روس وكبار السياسة الروسيين بسبب حرب روسيا على أوكرانيا. لحد دلوقتي العقوبات ما طالتش أبراموفيتش، لكن الانتقادات بتتعالى بان هو يكون ضمن الناس اللي توقع عليهم عقوبات، وفي اصوات من داخل الحزب العمالي البريطاني بيطالبوا ان هو يتخلى عن النادي وان هو يسيب تشيلسي. وفي وقت بتتصاعد فيه الانتقادات ضد أبراموفيتش، وكالب بلومبرج بتقول ان بعض المستثمرين الامريكان والاوروبيين بداوا يحضروا عروض للاستحواذ على نادي تشيلسي خوفا من ان هو يعلن عن بيع النادي. وفي حال فرض عقوبات على أبراموفيتش او قرر ان هو يبيع النادي، في كل الأحوال هو مأمن نفسه جداً اتجاه النادي ومش هيخرج منه خسران أبداً. قبل لما نحكي إزاي أبراموفيتش مأمن نفسه مع تشيلسي، لازم نحكي الأول حكايته إزاي بدأت مع النادي. في 2003 أبراموفيتش استحوذ على النادي في صفقة كبيرة جداً بلغت 190 مليون دولار، ومع وجود الملياردير الروسي تحول تشيلسي لواحد من كبار المنافسين على كل بطولات كرة القدم. خلال حقبة أبراموفيتش مع تشيلسي، النادي توج بخمسة دوري إنجليزي، 5 كاس الاتحاد، 2 تشامبيونز ليج و2 يوروبا ليج، بجانب مره السوبر الاوروبي ومره كاس العالم للانديه. واخر مره كانت الموسم اللي فات لما تشيلسي فاز بتشامبيونز ليج وكاس العالم للانديه والسوبر الاوروبي. أبراموفيتش بيمتلك ثروه كبيره جدا بتبلغ حوالي 13 مليار دولار، ودي كلها جايه من تجاره المعادن والحديد، وده وفر للنادي موارد ماليه كبيره جدا خليته يقدر ينافس على اغلب البطولات الكرويه. حسابات تشيلسي الماليه بتقول ان هو بيعتمد على كل الدعم المالي اللي بيجيله من شركته الام فوردستام ليميتد المملوكه لأبراموفيتش. طب لو قرر أبراموفيتش ان هو يبيع نادي تشيلسي دلوقتي حالا هيعمل ايه؟ بلومبرج بتقول ان اي بيع محتمل لنادي تشيلسي حاليا هيكون واحد من اكبر الصفقات اللي بتحصل في عالم كره القدم. قيمة تشيلسي بتقدرها كي بي ام جي بحوالي 1.9 مليار يورو، يعني اكتر من 2 مليار دولار، وده معناه ان لو حصل استحواذ على نادي تشيلسي هيكون بفلوس كتير جدا مقارنة باخر عملية استحواذ حصلت في الدوري الانجليزي. صندوق الثروة السعودي استحوذ على نادي نيوكاسل، ودي كانت اخر عملية استحواذ حصلت في الدوري الانجليزي، بحوالي 409 مليون دولار. لكن صفقة بيع تشيلسي هيكون قدامها مشاكل لو حصلت. اولا أبراموفيتش لو اتفرض عليه عقوبات لا هيعرف يبيع ولا يشتري واصوله هتتجمع، نظرا لان اي حد بيتفرض عليه عقوبات اصوله بتم بتجميدها وما يقدرش يتصرف فيها. ثانيا لو حصل وما اتفرضش عقوبات على أبراموفيتش وينفع يبيع النادي، في الوقت ده هيكون محتاج لمشتري معاه فلوس كبيرة جدا يقدر يوفي قيمة النادي الحالية. وفي كل الاحوال أبراموفيتش مأمن نفسه جدا من ناحية تشيلسي. هنشرح ازاي. الحسابات بتقول ان الشركة الام لنادي تشيلسي وهي فوردستام ليميتد عليها قرض بقيمة 2 مليار دولار لصالح أبراموفيتش. وخلال الموسم اللي فات ورغم ان تشيلسي كان فايز بالتشامبيونز ليج وده وفر له موارد مالية كبيرة، الا ان أبراموفيتش سلفه 26 مليون دولار. ظروف تشيلسي المالية الحقيقة مش قد كده، ومحقق خسائر في السنة المالية اللي منتهية يونيو اللي فات بقيمة بلغت 143 مليون جنيه استرليني. قروض أبراموفيتش لصالح تشيلسي تعتبر حائط صد ضد أي مشكلة ممكن تحصل له في إنجلترا. أبسط حاجة هو ممكن يطلب القروض في الوقت الحالي وياخدها، نظرا لأنه لو توقع عليه عقوبات هيقول أنا ما عنديش سيولة فأنا عايز الفلوس بتاعتي. السيناريو ده هيكون الأسوأ بالنسبة لجماهير تشيلسي، لأن النادي هيكون مطالب برد الفلوس في الوقت الحالي. ده ممكن يفسر ليه لحد دلوقتي أبراموفيتش ما طلتوش العقوبات المالية والاقتصادية اللي فرضتها بريطانيا على مستثمرين ورجال أعمال روس. خلال الأيام الجاية هيكون الجميع في تشيلسي في حالة ترقب، وبالتأكيد خطوة تخلي أبراموفيتش عن رئيسة النادي هتزود القلق والترقب.